مرحبا وأهلا فيكم. موجة استياء واسعة بالأيام الأخيرة حول انقطاع الكهرباء في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا. ساعات طويلة من الانقطاع وصلت لعشر ساعات وأكثر في بعض المناطق، في مناطق لم تكن تشهد كل هذه الساعات من التقنية، لأن في مناطق أساسا هي ما بتشوف الكهرباء باليوم غير ساعة وساعتين، ولكن حتى المناطق يلي تعتبر في مراكز المدن أو في مدن أساسية مثل دمشق واللاذقية صار في انقطاعات لفترات طويلة، مع ترافق هذا مع موجة حر تشهد البلاد، و يعني توقفت الأجهزة الكهربائية، البرادات، حتى الأعمال في كثير من المناطق توقفت، الدكاكين، تأثرت مصالح الناس بشدة خلال الأيام الأخيرة، وكل الناس عم يسألوا شو الوضع، ليش هيك عم بيصير، وشو ناطرنا في أيام الصيف القادمة. الحقيقة موضوع الكهرباء في سوريا هو أزمة مستعصية، يعني ما أنا أزمة طارئة، وهي تظهر أو يعني تتأزم أكثر في أيام الحر و البرد بالمواسم يلي الناس بتعتمد فيها على الكهرباء. بالشتاء طبعا ما في بقى مازوت كافي وغاز كافي فبيعتمدوا على الكهرباء، بالصيف ذاتا الكهرباء هي الأساس في تشغيل المراوح وأجهزة التكييف، فبيصير في ضغط على الشبكة. ليش الحكومة ما بتحسن تأمن اللازم من الكهرباء للناس؟ مثل ما أن الأزمة مستعصية، لأن رح أحكيكم شوية أرقام لحتى تعرفوا حجم الأزمة وشو الأفق يلي يعني بيواجهنا، شو أفق الأزمة وشو المصير يلي يواجه السكان في سوريا بالنسبة للكهرباء. خلينا اليوم نستعرض بعض الأرقام يلي بتخلينا نفهم الواقع، نفهم حقيقة الأزمة وشو ناطرنا بالمستقبل خاصة بهذا الصيف الحار. بحسب تصريحات متكررة لوزير الكهرباء، سوريا اليوم بحاجة لإنتاج 7000 ميجا وات. يتم إنتاج اليوم منا 3000 ميجا وات، أقل من النصف. هلا في 1000 ميجا وات هي لا يمكن أن نطبق عليها التقنين، بتروح للمشافي، للصناعات الأساسية، يعني جهات لا يمكن قطع الكهرباء عليها مثل الجيش والأمن وإلى آخره، فإذا يتم توزيع الباقي على الناس على السكان. فإذا أخذنا نحن 3000 ميجا وات اللي هو الإنتاج بين 2600 الحقيقة بحسب تصريحات وزير الكهرباء أكثر من مرة، وكان آخر تصريح بأذار الماضي يعني ما له كتير بعيد، 2600 ل 3000 ميجا وات، منشيل منهم 1000، بيضل يعني بين 1600 ل 2 ميجا وات، بينما نحن بحاجة ل 6 ميجا وات ما عدا هاي القطاعات الأساسية. إذا نحن عم ننتج تقريبا ربع الكمية اللازمة عموما في سوريا. هلا كمان هالإنتاج هذا ما بيتوزع بالتساوي، بيخصصوا أكثر كمان بحسب وزير الكهرباء مراكز المدن والمناطق الحيوية والمناطق يلي بقيت ضمن نطاق سيطرة الدولة، طبعا في مقابل مناطق اللي عادت لمناطق سيطرة الدولة بأسباب تقنية وأسباب أخرى. فإذا هل كمية اللي هي أساسا الربع، يعني نحن إذا بدنا نوزع بالتساوي الكهرباء على كل المناطق بيجينا نحن كهرباء 6 ساعات من أصل 24، يعني هذا الموجود. ونحن بالفعل في ناس بيجيون أكثر من 6 ساعات، في المقابل في مناطق ما بيجيها الكهرباء ساعة أو ساعتين. هلا يلي صار، ليش هل تأزمنا هلا؟ أول شيء دخل فصل الصيف بيزيد الاستهلاك. في سبب آخر أنه مثل ما حكينا نحن اليوم في عنا نقص للموارد. الكهرباء تعمل على عنا تنتج بواسطة الغاز والفيول، والأكثر بالغاز، يعني 70% من إنتاج الكهرباء عنا هو من خلال الغاز، 30% بالفيول. هلأ الفيول ما في عليه مشكلة، نحن عنا نقص بتوريد الغاز، فبينما نحن بحاجة كمان حسب التصريحات ل 18 مليون متر مكعب في اليوم، اليوم عم يوصلنا 8.5 متر مكعب أو خلال الفترة الماضية، فإذا أقل من نصف الاحتياجات القطر، مو بس للكهرباء، لكل شيء. فالفكرة الأساسية، فإذا نحن عنا مثل ما حكينا أنه نحن عنا كل شهر 25% من احتياجاتنا عم يتم توزيعها. هلأ لما منيجي بشهر ونأمن الكهرباء لجميع المدن 100%، يعني مثل واحد مثلا عنده مخصص يصرف بالشهر 10,000 ليرة سوري، يعني عنده 12,000 ليرة سوري على السنة، بده يصرف، أو عفوا 120,000 ليرة سوري، بده يصرف كل شهر 10,000 ليرة سوري، بيجي شهر من الأشهر بيصرف 40,000 ليرة، فبيضل 3-4 شهور بلا مصروف.
واللي صار تماما هيك بسبب الانتخابات وتأمين الكهرباء على مدار الساعة على معظم المناطق، ما صار في قطع لإشاعة الأجواء الإيجابية بأن المستقبل سيكون أفضل، نوع من الدعاية الانتخابية، وطبعا بالإضافة إلى الحفلات والدبكات والبفلات، فتم استهلاك حصة كبيرة من المخصصات الغاز والفيول خلال الشهر الماضي في سبب الانتخابات، وبالتالي نحن اليوم عم نعاني من أثر هذا الموضوع. هذا أولا. ثانيا، الدولة السورية أو النظام السوري ما عنده أي موارد لتأمين الدخل، يعني موضوع تأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة أو 6 ساعات أو 8 ساعات، باقي الدول كل ما الشركات أنتجت كهرباء ووزعتها بتربح، لا عم بيعوها بالسعر الحر ودخل المواطن فيها عالي، بيحسن بيشتري الكهرباء بالسعر الحر. نحن عندنا النظام والدولة أو الحكومة السورية كل ساعة بتأمن فيها الكهرباء للناس بتخسر، لأن هي عم تشتريها بالسعر الحر اليوم وتبيعها بالسعر المدعوم. ليش عم تشتريها بالسعر الحر؟ لأن احنا ما ضل عنا إنتاج غاز وإنتاج فيول، الموضوع يعني صار تحت سيطرة قوى أخرى، وكل ما يؤمن معظم ما يتم تأمينه اليوم يتم تأمينه عن طريق الاستيراد. حتى الموارد المحلية في جهات تستثمرها وتبيعها للحكومة بسعر السوق، يعني إذا في استثمار روسي أو مثلا في حتى في النظام بيشتري من قسد قوات سوريا الديمقراطية، أو حتى في بعض الآبار مسيطر عليها بالاتفاق مع شركات، يتم الحكومة تشتري هذا النفط بسعر السوق الرائج الحر، وهي لكن تستخدمه وتأخذ المواطن بالسعر المدعوم، يعني ما بتأخذ من جمل إلا أدنى. فكل ساعة تشغيل للكهرباء فهي بتخسر يعني مبالغ طائلة، مع نقص الموارد، مع توقف حركة الإنتاج، مع وجود عطالة في كل القطاعات، وهي ملزمة بأن تدفع تكاليف وجود الأصدقاء لدعم النظام السوري من القوات الإيرانية والروسية، كما تكلمت في تسجيلات سابقة، روسيا وإيران على سبيل المثال وحزب الله وكل هذه القوى المتدخلة، هي ما جمعيات خيرية، على الأقل بدك تغطي لها تكاليفها، وخاصة روسيا. ونتذكر زيارة نائب رئيس وزراء الروسي، هذا كل فترة بيزور سوريا لحتى يرجع ياخذ تعهدات ويرجع يقبض الثمن، سواء من خلال قبض الأموال أو قبض يعني أو التوقيع على استثمارات بتضمن حقوق روسيا لفترات قادمة لتستمر بأخذ مواقف تدعم النظام. فإذا ما ضل عند الحكومة أي موارد غير شرعية، بنعرف نحن يعني هذا ما ضل سر، يعني هو موضوع تجارة الكبتاغون واحد من هالأمور، والثاني هو الناس، فهي بدها تخفف قدر الإمكان ما يتم تقديمه للناس، وهي مسؤوليتها بطبيعة الحال، لأن هي تؤمن رواتب مخفضة جدا للمواطن السوري، فواجبة تأمن مواد مدعومة، فهي عم ترفع الدعم وبالمقابل عم تحافظ على الرواتب بنفس السوية، يعني مرة عشرة يمكن نحكيها، أنه بينما حاجة الأسرة اليوم على سبيل المثال إلى 300 أو 400 دولار لحتى تحسن تعيش حياة كريمة، ويمكن 200 دولار هي اللي بتجنبها أنه تعيش حياة يعني تحت خط الفقر، الدخل أو الحد الأدنى للرواتب الأجور هو بين 15 ل 20 دولار، ففي فجوة كبيرة. هذا يعني ليش عم نحكي هالكلام؟ لحتى نقول من واجب الحكومة أنه تأمن المواد المدعومة، ولكن هي مع الأسف عم ترفع الدعم دون أي عمل أو أي فعل أو أي إجراءات باتجاه زيادة الرواتب والأجور للناس. على العكس، مثل ما شفنا اليوم، قريت أنه أو اليوم بهالأيام طرح وزارة المالية فكرة أنه مناقشة تعديل قانون ضريبة الدخل. ضريبة الدخل هي اللي بتتنفذ على الناس اللي دخلهم محدود من الموظفين ومن التجار الصغار، عنده دكان، عنده مصلحة صغيرة، مهنة إلى آخره، فهي عم تدرس التعديل القانون، أكيد راح ترفع الضرائب، لأن هي لو بدها تخفض الضرائب ما كانت سألت حدا. فموضوع النقاش الدائر، الموضة الجديدة اللي طلعوا لنا فيها، هي لحتى تمهد لهالقرار، راح يكون له آثار يعني كتير سلبية على المجتمع السوري. فإذا أزمة الكهرباء باختصار مثل ما قلنا، ويعني موضوع بالإضافة طبعا اليوم في تصريحات أنه في محطات خرجت عن الخدمة للأعطال الموجودة فيها، وقال وزير الكهرباء نقلا عن بعض الإذاعات بأنه يستلزم إصلاحها لشهور. فإذا بالإضافة أنه نحن ما عم ننتج إلا ربع حاجة القطر من الكهرباء، أيضا في عنا اليوم أعطال إضافية تستلزم 100 يوم وأكثر من 100 يوم لإصلاحها، في عنا نقص بتوريد الغاز
لتشغيل المحطات، في تكاليف كبيره عم تدفع الحكومه لحتى تامن الكهرباء للمواطن، وهي من مصلحتها تخفض ساعات الامداد بالكهرباء لتخفض عليها تكاليف وتوفر مصاريف هي بامس الحاجه الى بمواقع تانية. والسبب الاخير واللي ازم الموضوع جدا في الشهر الحالي واتوقع راح يمتد لكل الصيف، هو موضوع استهلاك ما موجود لدينا من مخزون غاز وفيول في شهر الانتخابات التي مضت. فهذا الموضوع، هذا كل شيء بدي أقوله عن موضوع الكهرباء. مع الأسف أيامنا قدامنا أيام صعبة كتير، ممكن تمتد قطع الكهرباء لساعات طويلة. طبعا في استياء عام، رح أورد لكم في نهاية التقرير مجموعة من التعليقات اللي وردت على شخصيات يعني معروفة وتساؤلات من أشخاص معروفين بأسمائهم الصريحة، ومئات التعليقات يلي يعني واضح أنه مستاء وغاضبة من هذا الوضع، بالإضافة إلى تأكيد وزير الكهرباء بأنه لا يوجد أي حل إنقاذي. وأتم سؤاله في المقابلة الأخيرة في آذار الماضي بدنا حل إنقاذي، فكان جوابه يستحيل، هذا الحل يستحيل، يستحيل انه ولا انت حل اسعافي، انت تجيب حل اسعافي، شو هو الحل الاسعافي مثلا؟ شكرا لمتابعتكم، شكرا لدعمكم للقناة من خلال الاشتراك فيها والانتساب لعضويتها، والى لقاء قريب.